قانون يحظر رفع الأذان في المساجد داخل الخط الأخضر. وأشارت صحيفة هاريتس الإسرائيلية إلى أن مشروع القانون قدمه عضو الكنيست موتي يوغوف ونواب آخرون، مضيفة أن هذا المشروع تم التقدم به مرات عدة خلال السنوات الأخيرة. ويدعي يوغوف أن الإسرائيليين يعانون بصورة دائمة ويومية من الإزعاج الذي يسببه رفع الأذان في المساجد. قتل 3 جنود أتراك و7 من عناصر حزب العمال الكردستاني في اشتباكات بين الجيش التركي ومسلحي الحزب في مدينة ماردين جنوبي البلاد. كان مسلحون يعتقد أنهم من حزب العمال الكردستاني قتلوا شرطيا تركيا الأحد الماضي إثر إطلاق صاروخ على عربة عسكرية للشرطة في بلدة نصيبين جنوب شرقي تركيا. أطلقت كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى قبالة سواحلها الشرقية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي بتشديد العقوبات الدولية المفروضة عليها. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية للصحفيين إن كوريا الشمالية أطلقت العديد من الصواريخ قصيرة المدى في البحر الشرقي بحر اليابان في الساعة 10 صباحا. ختام الموجز، لكم التحية وإلى اللقاء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الساعة. في بانوراما الساعة لهذا اليوم نتحدث مجددا عن الهبة الشعبية وما تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. نتحدث عن الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة. هناك منع لست نواب بلجيكيين من دخول القطاع على الرغم من تنسيق أو تقديم تنسيقات لازمة لهم من قبل وكالة غوث تشغيل اللاجئين. لماذا هذا المنع؟ نتحدث أيضا عن الصراع الداخلي الإسرائيلي. هناك انتقادات واسعة وهجمات كبيرة ضد سياسة نتنياهو تجاه الفلسطينيين. إلى أين من الممكن أن توصل هذه الخلافات الداخلية بالحالة الإسرائيلية؟ نتحدث أيضا عن الموقف الإسرائيلي تجاه الحديث عن انهيار السلطة مجددا، ولماذا يتم طرح هذا الموضوع بين فترة وأخرى، وما السيناريوهات المحتملة والتي من الممكن أن تتعامل من خلالها إسرائيل. حول هذه الموضوعات وغيرها يسعدني أن أرحب بضيف في الاستوديو السيد إسماعيل مهرة الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك. يعني سيد إسماعيل، ما زالت الهبة الشعبية مستمرة، هناك إعدامات ميدانية يومية، هناك اعتقالات، هدم منازل في مناطق على ما يبدو بأن إسرائيل معنية فيها تحديدا. يعني طال استخدام إسرائيل لهذه الآليات على الرغم من أنه لم توصلها لشيء، إلى ماذا يعني تحاول أن تصل إسرائيل؟ ولماذا برأيك أيضا القانون الدولي الإنساني ما زال يشاهد ويصمت؟ أولا، بعيدا عن دور القانون الدولي الإنساني، هذا دور العالم الصامت المتواضع الضعيف الذي يقبل نتنياهو ويقبل التعاون مع حكومة نتنياهو الفاشية اليمينية، وتقريبا يعني لا يقوم بشيء يعني في هذا المجال سوى محاولة إرسال رسائل المطالبة بالتهدئة وإرسال بعض المندوبين وأحيانا بعض البيانات الانتقادية هنا أو هناك. هذا وضع يعني نحن تأقلمنا وتعودنا عليه نحن الفلسطينيين، ولكن في إسرائيل أعتقد أنه يعني هذه الانتفاضة يعني
استوعبتها إسرائيل بشكل أو بآخر، وتقريبا يعني استطاعت أن تكون معها يعني نوع من التعايش بعد أن احتوت الموجة العنيفة في البداية والمخاوف من المجهول الذي كان ربما يكمن خلف هذه الأحداث في البداية. ولكن إسرائيل اليوم يعني لم يعد هذا المجهول مجهولا بالنسبة لها، وعرفت طبيعة ردة الفعل الشارع الفلسطيني، وتقريبا يعني هذا الشهر الخامس إسرائيل يعني أصبح لديها قاعدة معلوماتية أكبر، قدرة على التحليل والرؤية واستشراف الوضع بشكل أفضل من السابق، وهي عجزت عن قمع هذه الإرادة الشعبية الفلسطينية. وأعتقد أنه ليس لدى إسرائيل يعني أدوات أخرى سوى الردع والقمع بهذا الشكل أو ذاك. من لا يمتلك أفق سياسي ولا يريد أن يتحدث عن الفشل السياسي وعن رفضه كأحد مسببات والمكونات الرئيسية لهذه الهبة الانتفاضية، ويحاول أن يحمل السلطة الفلسطينية من حيث سواء أنه بالتحريض أو أنه الشباب الفلسطيني هذا الشاب يائس من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولا يحاول أن يرى في الاحتلال أنه هو السبب الرئيسي في كل المشاكل التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني بكلياته والشباب الفلسطيني على وجه الخصوص. ليس لديه أي بديل سوى استمرار عملية القمع، سواء أحيانا يتصاعد بشكل كبير هذا القمع ويصل إلى حد القتل الميداني والتصفية، وأحيانا يتم يعني احتوائه بشكل يعني بردود فعل أقل عنفا من عملية القتل. ولكن في إطار كل ذلك لا زالت السياسة الإسرائيلية في موضوع الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد مدينة القدس، لا زال هذا الأمر يعني موجود. أعتقد أنه هذه الانتفاضة بهذا الشكل هي جزء من حال التعبير، ستستمر لفترة طويلة. نعم، يعني إذا أنت ترى بأن هناك حال التعايش أو إسرائيل تتعايش مع الوضع الآن، لماذا يتم وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الهبة الشعبية؟ يعني المستوى العسكري من المعروف بأنه يحاول أن يقدم رؤية تتمثل بتقديم تسهيلات أكثر للفلسطينيين، تسهيلات اقتصادية وما فيما يتعلق بحرية التنقل وغير ذلك، على ما يرتبط أيضا بقطاع غزة، تخفيف الحصار عن قطاع غزة. يعني هناك ما زال هناك محاولات للوصول للحل الأمثل، حتى اللحظة لم يتم الوصول لأي رؤية، لكن يعني أعتقد أنه أيضا الحديث عن تعايش إسرائيل مع الوضع الحالي هو يعني أمر خطير. الجيش في وجهة نظري يعني هو يقدم تقريبا حلول على مستويين أو رؤية للحل على مستويين. المستوى الأول يلتقي تماما مع سياسة نتنياهو، الإبقاء على تصريح العمل، حالة تسهيل اقتصادي، يعني محاولة لعدم دمج يعني أو التسبب في أنه جزء أكبر من المجتمع الفلسطيني يعني يكون شريكا في هذه الأحداث ويدخل في هذه الأحداث عبر يعني عدم توسيع دائرة القمع ودائرة الرابط، بحيث أنه تخفيف العقوب ما يسمى بالعقوبات الجماعية وتخفيفها من حيث المساحة ومن حيث الوقت. حصار قرية لا يتم هذا الحصار على سبيل المثال لفترة طويلة، يتم مثلا على سبيل المثال خلال يومين ثلاثة يتم الانتهاء من هذا الموضوع. ولكن على المستوى الآخر الجيش أيضا يقدم حديث حول أنه يعني هذا الأمر يعني نحن نشتري وقت، يعني هذا الموضوع أنه بقمعنا وبقتلنا للفلسطين وبردعنا هذا ربما نشتري وقت للمستوى الأمني، ولكن لابد من أفق سياسي. وهذا ربما ما تحدث فيه هرتسي هليفي مسؤول جهاز الاستخبارات، وهو كان سكرتير عسكري لنتنياهو، كان يميني يعني لا يتهم باليسروية أو اليسارية. ولكن كل تقريبا الحكومة الإسرائيلية يعني قامت ولم تقعد في انتقادها، وكيف يعني لهذا الضابط الاستخبارات أن يتحدث عن الأفق السياسي؟ هذه الدولة لا تريد الحديث في السياسة والأفق السياسي. لذلك عندما يتحدثون عن أنه هذه الأحداث قد تؤدي إلى انهيار السلطة، لأنهم يدركون تماما أنه نحن كإسرائيل هذه الأحداث لن تهدأ بدون أفق سياسي، ونحن كإسرائيل لن نعطي هذا الأفق السياسي. إذن هذه الأحداث ستستمر. إذا ما استمرت هذه الأحداث هناك حالة من التآكل يعني في المؤسسة الفلسطينية، يعني حالة من الغضب والإحباط، ربما هذا كله يؤدي إلى حالة من التفكك والتآكل، وبالتالي هذا الأمر ربما يقود إلى يعني ما تسميه إسرائيل انهيار السلطة أو فقدان السلطة لقدرتها على الحكم بشكل أساسي، والبديل هو حالة الفوضى الفلسطينية. وذلك إسرائيل مثلا تتحدث عن خططها، وأنا لا أعتقد أنه لدى إسرائيل حقيقة
خطط بديلة وجاهزة، يعني لا لدى لا لدى الجيش ولا لدى القيادة السياسية، لأنه حتى الآن هم أعتقد يشجعون، يعني السياسة الإسرائيلية تشجع الوصول إلى هذه المرحلة وإن لم تتبناها بشكل علني. فمن يتبنى استمرار الاحتلال ويضرب بعرض الحائط كل التوجه لأي تخفيف سياسي أو فتح أفق سياسي، هو بالتالي يريد أن يعني وكأنه يريد أن يوصل الأمور إلى هذه الأمور حتى دون أن يعني أن يتحدث عن ذلك أو يعلن عن ذلك بشكل علني. إسرائيل أنا أعتقد يعني هي تعتقد أنه لديها من القوة ما يكفي لأن تواجه أي تداعيات لهذا الأمر، وبالتالي إسرائيل نتنياهو ربما يعتقد أنه نحن لدينا القوة الأمنية، لدينا القوة المعلوماتية الأمنية في الميدان، نحن نسيطر. العالم يعني لا يستعجل كثيرا ولا يأتي كثيرا للومنا وانتقادنا، وليس لدى العالم بدائل كثيرة. ها هي تركيا تهرول للتصالح معنا وهم العرب يعني مشغولون في أنفسهم، وربما بعضهم أيضا يهرول من تحت الطاولة ومن وراء الباب للتصالح معنا، وبالتالي نحن يعني مش قلقانين كثير مثل ما تعاملنا يعني في سنوات طويلة مع الانتفاضات الفلسطينية السابقة. نعم. نستطيع أن نتعامل مع هذا الوضع، ومهما يفرز هذا الوضع طالما نحن من يمتلك المعلومة والقدرة ونمتلك المفاتيح البوابات تمام، نستطيع أن نتحكم بمن هم في الداخل، وبالتالي ربما إسرائيل يعني لا. أنا لا أقول أنها تعلن رسميا أنها تريد أن تذهب إلى هذا الموضوع، ربما نتنياهو يقول فلنرى الأمر الواقع، يعني لا. إفرازات الأمر الواقع ونتاج إلى أين يمكن أن سوف تسير. نتحدث أكثر عن خيارات إسرائيل فيما يتعلق بالخيارات الداخلية وأيضا في التعامل مع الفلسطينيين، لكن يعني من ضمن أيضا التهديدات التي يعني تواجه إسرائيل الفلسطينيين بها مؤخرا، سمعنا كثيرا عن تهديدات للمؤسسة الإعلامية الرسمية الفلسطينية، ويعني هناك تهديدات متكررة، هناك يعني أيضا مطالبة في هذه الأيام بضرورة يعني إعداد ملفات لتوجيهها للمحكمة الجنايات الدولية لمعاقبة ومحاسبة هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية. سوف نتحدث عن هذا الموضوع معي على الهاتف السيد ماجد سعيد المتحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون، عفوا في استوديوهاتنا في رام الله. سيد ماجد، إذا كنت تسمعني جيدا، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتم تهديد المؤسسة الإعلامية الرسمية، الآن هناك تهديدات مباشرة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، هناك يعني مطالبات بضرورة توجيه ملفات لمحاكمة الهيئة في محكمة الجنايات الدولية. ما الذي فعلته الهيئة الخارج عن القانون الإنساني، الخارج عن المهنية الإعلامية لكي تواجه بهذه الطريقة؟ منى، يعني كما نعلم إسرائيل تستهدف الإعلام الفلسطيني بشكل عام، ما فعلته الهيئة وما فعله تلفزيون فلسطين وصوت فلسطين هي أنها تنقل الحقيقة وحقيقة ما يجري على الأرض من انتهاكات لقوات الاحتلال ولسلطات الاحتلال، من الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. هذه الحقيقة تنزعج منها إسرائيل وفضحتها في العالم، وبالتالي هي يعني تقوم بهذا التحرك في محاولة للضغط على تلفزيون فلسطين. كما تعلمين كانت هناك عملية استهداف ليس فقط من خلال التحريض، وإنما استهداف مباشر للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مقر التلفزيون وأبراج صوت فلسطين وصوت فلسطين في مدينة رام الله عام 2012 عندما قامت بعملية تفجير لمبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون، وأيضا هدم الأبراج في محاولة لإسكات الصوت، صوت الحق، صوت فلسطين. ولكن هذا الصوت بقي واستمر، ونقول الآن سنستمر وسنبقى. نعم بالتأكيد، يعني في ظل هذه الاستمرارية، في ظل هذا البقاء، بالطبع يعني هيئة الإذاعة والتلفزيون فلسطين تحمل رسالة قوية تعبر عن صوت الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد هذا حق ربما لشعب محتل، وبالتالي نحن بحاجة لأن نستمر فعلا، وبحاجة لأن يتوفر لدينا أيضا الدعم الضروري واللازم لحمايتنا كفلسطينيين. يعني كيف تنوون الاستمرار في أداء وإيصال صوت الفلسطيني من خلال هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية؟ يعني الرسالة التي نقوم بها هي رسالة الحق،
نحن نصطف إلى جانب الحق، حق شعبنا، حقنا في التحرر، في إنهاء الاحتلال. وبالتالي من منطلق هذا الحق نحن سنواصل عملنا، لن نلتفت إلى هذه التصريحات ولن نلتفت إلى هذه التهديدات، رغم أننا نأخذها على محمل الجد، ولكن لن تكون هذه التصريحات هي تهديد لعملنا، أو التحركات هي تهديد لعملنا وسترهبنا وأن نوقف يعني عملنا. سنواصل هذا العمل ولن نلتفت إلى ذلك، رغم أننا كما قلت يعني نأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، ربما تكون هي مقدمة لاعتداء جديد على هيئة الإذاعة والتلفزيون كما حصل كما قلت عام 2002، كانت سبقتها حملة تحريض ضد الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وربما تكون هذه مشابهة لتلك. نعم سيد ماجد، يعني هل هناك إجراءات يعني فضح هذه الممارسات الإسرائيلية أمام العالم قبل حدوث أي أو تنفيذ أي مخطط ربما إسرائيلي تجاه الهيئة؟ بطبيعة الحال يعني كانت دائما يعني صوت فلسطين وتلفزيون فلسطين يواصل رسالته، وأيضا بالمقابل السلطة الفلسطينية يعني ومن خلال السيد الرئيس محمود عباس يعني كان دائما يقول عندما يتهم تلفزيون فلسطين أو وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية بأنها تقوم بعملية تحريض، وكانت هناك أسئلة عديدة سواء كان من صحفيين أجانب عندما يلتقونه أو من صحفيين إسرائيليين، كان يحاججهم بأن هناك، وبالفعل هي حجة دامغة، كان يحاججهم بأن هناك لجنة مشتركة فلسطينية إسرائيلية أمريكية لدراسة هذا الموضوع، موضوع التحريض، وإسرائيل هي من أوقفت هذه اللجنة ولا تريد لها العمل. إذا كانت إسرائيل بالفعل تريد أن تقوم لمعرفة من يحرض نحن أم هم، فلتفعل هذه اللجنة. إسرائيل هي من تحرض على الجانب الفلسطيني، وهي من تعتدي على الجانب الفلسطيني وتعتدي على حقوقه. نعم سيد ماجد، اذا تابعنا ايضا اخر المستجدات في الساحه الاسرائيليه مؤخرا، لا يعني هذا الاستهداف الان ربما هو في اوجه لهيئه الاذاعه والتلفزيون المؤسسه الاعلاميه الرسميه، لكن ايضا هناك يعني محاولات اسرائيليه لضبط الرساله الاعلاميه التي تصدر من داخل الاراضي المحتله، وبناء عليه كنا قد سمعنا قبل ايام استدعاء لمراسلين الوكالات الاجنبيه ل يعني متابعه او إعطاء بعض التعليمات، على ما يبدو بأن الإعلام إن كان فلسطينيا أو حتى غربيا بات يسبب أزمة ومشكلة لإسرائيل. هل تعتقد بأن العالم فعلا سوف يعني تفوت هذه النقطة، موضوع الإعلام الموجه تحديدا الذي تحاول إسرائيل أن تلتزم به؟ يعني كما تعلمين منى، هي صوت الحقيقة ما يزعج إسرائيل، وعملية ملاحقة ربما نقول تلفزيون فلسطين والتحريض على تلفزيون فلسطين هو يأتي في إطار أوسع، وهو التحريض على القيادة الفلسطينية وبرئاسة السيد الرئيس وجميع أفراد القيادة الفلسطينية، وبالتالي هي سياسة ممنهجة تقوم بها إسرائيل ضد دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية. في عملية ربما نقول إذا كانت تحاول ضرب المصداقية الفلسطينية، نقول أننا نقوم ببث الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وهو ما جرى سابقا. أضرب مثالا، كان هناك، ودائما أضرب نفس المثال، كان هناك عملية لفتاتين في القدس وحاولت طعن مستوطنين، قلنا بأن الفتاتين حاولت طعن مستوطنين، ولكن بالمقابل وتم بطبيعة الحال إطلاق النار عليهما بشكل مباشر واستشهدت أو استشهدت أحدهما والأخرى أصيبت، ولكن بالمقابل يعني كان قلنا بأنه لم تكون تشكلان خطرا على الجنود الاحتلال عندما أطلقوا النار، كان بإمكان الجنود أن يعتقلوهم. هذه هي الحقيقة، وهذا ما يزعج إسرائيل عندما ننقل مثل هذه الحقيقة، قلناها بمصداقية، لم نواري ولم نقول بأنهما لم يحاول الطعن، ولكن بالمقابل
كانت هناك مبالغة في عملية إطلاق النار بين قوسين إذا قلنا، وعملية إطلاق النار تكون واستهداف حتى يعني كما نذكر قبل يعني عدة ربما نقول أسابيع كان هناك انتقاد من رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية لجنوده بالإفراط في عمليات إطلاق النار، وبالتالي نحن نقوم بنقل الحقيقة، لدينا المصداقية في هذا الموضوع، ولكن هم يخشون من هذه الحقيقة ويلاحقون في محاولة لإسكات هذا الصوت، صوت الحقيقة. نعم، ولن يتبكر السيد ماجد سعيد بطبيعة الحال المتحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، كنت معنا، شكرا. يعني سيد إسماعيل، كما تابعنا كما سمعنا كما يعني منذ فترة هناك أحاديث منذ بداية هذه الهبة الشعبية، وزيرة العدل الإسرائيلية كانت قد طالبت أيضا بضرورة مواجهة وإيقاف بث تلفزيون فلسطين، ويعني هناك من الواضح بأن هناك انزعاج حقيقي إسرائيلي من الرسالة التي يقدمها الإعلام الفلسطيني الرسمي. هذه رسالة هي رسالة حقيقة، ولهذا هي مزعجة بالنسبة لإسرائيل. نعم، أعتقد أنه إسرائيل تدرك حقيقة وأهمية دور الإعلام. نعم، تمام. وهذا المحتل الذي يعني يريد أن يغطي الصورة ولا يريد شهود عليها، وبالتالي هو يعتقد أنه الصورة الواحدة أفضل من ألف مقال ربما أو ألف كلمة، يمكن أن الصورة تؤثر بشكل كبير جدا. في إسرائيل من يتنكرون للمسألة الاحتلال ودور الاحتلال في التأثير في الشعوب، يحاولون الاتهام الآخرين إما إنهم يعني باللاسمية أو بالتحرير أو حتى اتهام الإعلام الإسرائيلي في أنه مقصر، واتهام وكأن الإعلام الفلسطيني هو أكثر احترافية من الإعلام الإسرائيلي، وهذا غير صحيح. يعني هم لديهم الإمكانيات والكادر والطاقات والتمويل بشكل كبير والخبرات الهائلة، والإعلام الفلسطيني يعني هو لازال إعلام متواضع في هذا الجانب التنافسي، ولكن الحق هو مع الإعلام الفلسطيني. عندما ترينا صورة فارس عود أمام الدبابة الإسرائيلية، كيف يستطيع الناطق أو إعلامي أو مهما كان صفته في إسرائيل أن يحاول أن يقلب الصورة، وبالتالي أن يأتي بالكثير من التأثير أو يؤثر على المستمع والمشاهد الغرب؟ هذا كلام فاضي. لذلك إسرائيل التي يعني ليس لديها أي وسائل أخرى تجد في الإعلام يعني تحاول أن تتهم الرئيس الفلسطيني، أن تتهم السلطة، هي لا تحاول أن تتهم نفسها، هي تتهم الجميع باستثناء نفسها. ربما حتى بالأمس يعني نتنياهو اتهم كاميرون، ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا، وقال له عزيزي كاميرون يعني انه انت يبدو لي مش فاهم الحقيقه يعني بالنسبه للقدس، وهذا نوع من الاستهزاء والاستخفاف بعقليه رئيس وزراء ديفيد كاميرون الذي يعني انتقد لمجرد انتقاده، وبالتالي التهمه جاهزه. يعني في اسرائيل لديهم يعني وكانه درج مليء بالتصنيف الاتهامات لكل من يحاول ان ينتقد دوله الاحتلال. دانون في الامم المتحده اتهم المالكة وزير خارجيتنا بأنه باللاسمية مجرد أنه يتحدث. التلفزيون الفلسطيني عندما يتحدث عن الاحتلال وحتى عندما يعني يبث الأناشيد الوطنية والأغاني الوطنية ويتحدث عن فاشية الاحتلال ويسلط الضوء على جرائم الاحتلال، هل هذا تحريض؟ يعني وأقول لك ومن حقنا نحرض على الاحتلال، ليش ما نحرضش على الاحتلال؟ صحيح. يعني نعم. لكن لا، هو ليس، ولكن أن ينظر إلى قنواته التلفزيونية، أن ينظر إلى قنوات المستوطنين، إلى المواقع الإلكترونية التي تمولها الدولة. يعني هناك الكثير من المواقع أيضا تمولها الدولة وتجديها مليئة بالعنصرية والكراهية ضد العرب، ضد الفلسطينيين 48. نعم. وضد الفلسطينيين نحن، حتى الحديث عنه يعني بشكل يعني وكاننا تحت الإنسانية دون البشر، وبالتالي هذا هو التحريض، هذا من ينشر الكراهية وال التحريض وليس نحن. أيضا في سياق محاولة يعني الحفاظ على حصار غزة وعدم السماح للمزيد من الوفود بالدخول ورؤية ما يحدث فعلا على الأرض، هناك يعني أو خلال يوم أمس الاحتلال الإسرائيلي منع وصول 6 نواب بلجيكيين إلى القطاع، على الرغم من أنه تنسيق كان مقدم بكافة تفاصيله وتمت الموافقة على دخولهم من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
هذه ليست المرة الأولى التي تمنع إسرائيل من وصول وفود أجنبية إلى القطاع لمتابعة الأوضاع، هناك دائما محاولات لإخفاء الحقيقة. إلى متى من الممكن أن نقول بأن إسرائيل سوف تتمكن من إسكات الصوت الفلسطيني ومنع الصورة الفلسطينية إن كان فلسطينيا أو حتى من الوفود التي تأتي من الخارج؟ يعني ربما هذه ترجمة وشهي جديد على الصلف الإسرائيلي، ليس في مواجهة الفلسطيني والعربي، وهو في مواجهة الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أمر غريب تماما، أنه كيف يسكت الاتحاد الأوروبي على رفض زيارة قيام إسرائيل، برفض السماح لهؤلاء النواب بزيارة قطاع غزة. ولكن هذا تأكيد على أنه الاستعلاء الصهيوني والقدرة والرؤية على أنه إسرائيل تتملص دوما من الحساب، ولديها القدرة على التملص من هذا. وللأسف الشديد هناك تواطؤ يعني من الدول الغربية الرسمية ومن أمريكا، يعني عندما ميركل تتحدث أنه ليس هذا الوقت لحل الدولتين، وهي تستقيم تماما مع نتنياهو. وجزء من الاتحاد الأوروبي أيضا إلى حد ما، حتى خطواته في موضوع وسم بضائع المستوطنات لا زالت يعني تسير كالسلحفاة. يعني وبالتالي في أمريكا تقريبا الملف الفلسطيني لم يعد موجود، وبالتالي هذا ربما كله يشجع نتنياهو، يشجع سياساته الخارجية الخرقاء الحمقاء التي حتى يعني يعتقد الإسرائيليون، جزء من الإسرائيليون لبيد وليبرمان حتى المتطرف، أن هذه جالبة للكوارث والطوارئ، جالبة للكوارث على دولة الاحتلال. ولكن هذا واضح تماما أنه هذه سياسة ليبرمان لو كانت يعني قبل 10 سنوات أو 15 سنة، ربما كان رد العالم عليها بشكل مختلف تماما. وما كان يعني نتنياهو ليجرؤ أن يعين داني دانون وهو متطرف، ومن أنصار جبل الهيكل وضم أرض إسرائيل الكبرى، أن يعينوا ممثل لإسرائيل في الأمم المتحدة. يعني هذا يعني كان في السابق يعني الحديث يتم البحث بشكل دقيق جدا عن شخصية مقبولة، عن شخصية يعني لديها القدرة السياسية العالية، وهي شخصية تكون معروفة على المستوى الدولي. وليس واحد يعني كان قبل ذلك نائب رئيس الأركان، نائب يعلون ويعلون حتى لم يطيق تصريحاته، وفصلوا من الوزارة لأنه لم يطيق التطرف الذي هو عليه. يعني دانون يعين الآن في الأمم المتحدة. يبدو أنه هذا امتداد لعدم قبول القبول التصاعدي من المجتمع الإسرائيلي لنتنياهو أيضا. يعني هناك الآن خلاف في الكنيسة الإسرائيلي، هناك مطالبة من قبل يائر لبيد وليبرمان، يعني وراءهما حزبهما أيضا، حزبيهما، بدعوة، هناك مطالبة بالدعوة لعقد مؤتمر عاجل لوضع آليات لإنقاذ مستقبل إسرائيل من براثن نتنياهو نتيجة التدهور الذي لحق بدولة إسرائيل مؤخرا. إلى أين قد يقودنا هذا الخلاف؟ أعتقد أنه هذا أيضا يعني محاولة لإرفاع الصوت، محاولة للقول أنا موجود. يعني المعارضة الإسرائيلية بقطبيها، اليساري بين مزدوجي الحزب الحركة الصهيونية أو يائر لبيد وليبرمان، منذ أن تشكلت هذه الحكومة وهي حكومة 61 عضو، اعتقدوا أن هذه الحكومة ليس أمامها فترة طويلة من الوقت، وسرعان يعني ما ستجد صعوبات في استمرار الحكم، وستكون هناك أزمات إلى آخره. ولكن من الواضح تماما أن هذه الحكومة منسجمة تماما في داخلها، وهي تريد أن تبقى وتستمر. المعارضة عوضا عن أن تكون يعني برئاسة هرتسوغ، عوضا عن أن تكون منافسا كبيرا ومعارض قطبا معارضة للسياسات الحكومة، تقوم بفضحها وتقدم البديل. هذه المعارضة تستقيم مع سياسات نتنياهو. هرتسوغ نفسه تحدث مع وزير خارجية فرنسا عن أنه ليس هذا الوقت أيضا لحل الدولتين، وأقنعه بأنه يؤخر تقديم المشروع الفرنسي بخصوص لمجلس الأمن بخصوص مسألة التسوية. وبالتالي هذه المعارضة أيضا يعني تتفق، ولكنه من جانب آخر يحاول أن يذكر أن يكون أنه موجود، قدم مبادرة سياسية تقوم بشكل أساسي على الانفصال عن الفلسطينيين من 4 بنود، وفي بندها الأساسي تقوم على عقد مؤتمر أمني إقليمي يعني، وليس مؤتمر سياسي، ويريد أن تكون إسرائيل جزء من العملية الأمنية، والعرب جزء من العملية الأمنية التي توفر الأمن لدولة الاحتلال. وقاحة يعني غير مشهودة، يعني في السابق كانوا بتحدثوا عن مؤتمر إقليمي للتسوية على سبيل المثال،
والمبادرة العربية. الآن الحديث عن مؤتمر أمني إقليمي، هذا من جانب حزب العمل، وكل ما يقدمه هو أيضا تأكيد للسيادة الإسرائيلية في منطقة الغور وعلى الحدود الشرقية، والتخلي عن 30 قرية حول مدينة القدس، أي أنه إبعاد الفلسطينيين أو إقصائهم، لا نريد فلسطينيين في المشهد المقدسي. يعني من حتى الدوافع هي دوافع عنصرية وليس دوافع سياسية. أما لابيد وليبرمان فهي محاولة تجاوز نتنياهو، ومحاولة يعني رأينا هذه المحاولة على جبهة غزة عندما انتقد سياساته الأمنية وكأنه ضعيف أمام حماس في جبهة غزة وفي موضوع النفق الهجومي، الأنفاق الهجومية. هذا الأمر أيضا يعني في محاولة مناكفة والالتفاف عليه بحكم رؤيتهما أنه نتنياهو تقريبا هو الشخص الذي لديه قدرة عالية جدا على الاستمرار في الحكم، ولديه لازالت شعبية كبيرة رغم فشله في معالجة الانتفاضة الفلسطينية. نعم. وهناك ربما حتى في استطلاعات الرأي في المسألة الأمنية تحديدا ربما ليبرمان يتفوق عليه. نعم. ولكن لازال الشارع الإسرائيلي الذي يذهب بكليته وجملته باتجاه اليمين، ويعني فبالتالي نتنياهو لازال يعني لديه مكانة راسخة وقوية، ولا أعتقد أنه يعني هذا يمكن أن يشكل أن يهز هذه المكانة. نعم. لذلك هم يتجهون باتجاه تسليط الضوء على السياسات الخارجية الفاشلة. التركيز كان في موضوع أنه يعني كيف زيف أقوال ميركل في الحديث عن الأزمة التي أزمة العلاقات الثنائية مع أمريكا، ولكن تقدير أن هذا يعني محاولة من التبرير لتبرير موقفهم والمناكفة نتنياهو. نعم. ولكن بشكل واضح صحيح في هناك أزمات، ولكن هذه الأزمات نعم. هي ليست يعني ذات طبيعة جدية. إذن أنت لا تعتقد بأن هناك يعني تهديد حقيقي لوجود نتنياهو ووضعه السياسي الآن، لكن أيضا عندما نتحدث عن ما يطرح الآن بعيدا عن نتنياهو هذه المرة، هارتس وضعت مخطط مؤخرا للحديث عن انهيار السلطة، ماذا بعد انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية؟ لماذا يتم وضع هذا السيناريو بين فترة وأخرى؟ لأنه هذا الحديث موجود بشكل موضوعي، يعني الفلسطينيين يتحدثون في هذا الأمر، يتحدثون نعم. عن حرب الخلاف ومواجهات يعني في اليوم التالي. هناك الكثير يعني من الكتاب أيضا يتحدثون عن هذا الموضوع، وكأنه ربما يكون جزء يعني استمرار هذه الهبة الانتفاضية ربما تؤدي إلى تآكل السلطات الأمنية للسلطة الأمنية الفلسطينية، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهذا ربما يؤدي إلى تراجع في الوضع الاقتصادي وفي قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية في موضوع الرواتب والمؤسسات الأخرى. هذا كله ربما يؤدي إلى حالة من التآكل، من التفكك التدريجي. الآن هذا يعني في إسرائيل أيضا ربما هناك من يقول أنه هذه النبوءة التي تحقق نفسها، لا يريدون أن تكون هذه السلطة موجودة، ربما يعني بالذات من الدوائر الأكثر تشددا ويمينية. تمام. على اعتبار أنه حكى تحدث يعني ليبرمان عن ذلك بشكل واضح، أنه لدينا بدائل كثيرة لهذه السلطة، يعني وما يحملوناش جميلة بين قوسين أنه يعني نعم. موجودين، وبالتالي نحن نستطيع أن نواجه هذه نعم. لكن أيضا هناك يعني تخوفات إسرائيلية من أن يعني يتم إرسال قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية بديلا عن السلطة، وهذا أمر لا أعتقد بأنه إسرائيل ترغب به، ولا أعتقد أن العالم يعني متشجع كثيرا أو لديه يعني يرغب بذلك، يرغب أن يرى قوات دولية. العالم يعني لا يريد أن يتصادم مع إسرائيل، ربما سيرسل قوات دولية في حال اتفق الطرفان وطلب الطرفان ذلك، لكن في حالتنا يعني إسرائيل يعني ترفض بشكل دائم إرسال مثل هذه القوات الدولية. وأعتقد أنه إسرائيل يعني سوف تكون قادرة تقول للعالم أننا قادرون على تحمل مسؤولية أمن وإدارة الشؤون المدنية للسكان الفلسطينيين. طبعا هذا الأمر يعني ليس يعني لا زال في الأفق، ربما في الخيال السياسي، جزء منه تهديدات للسلطة أو لأقطاب السلطة، يعني لأنه السلطة هي أيضا لا زال يجب أن نقول هذا الكلام، أن السلطة لا زالت هي مصلحة وطنية فلسطينية، وهذا هذه مؤسسة يعني
بنيت على مر السنين والعقود، في يعني كلفت الكثير، هذه مؤسسات تعليم هي وصحة، جسر أيضا نعم للوصول إلى دولة فلسطينية. نعم هذه نوال للوصول إلى الدولة. هل هذا الإنجاز يعني يمكن أن نفرط فيه نحن الفلسطينيين بسهولة؟ أنا أعتقد يعني كل من يتحدث عن حل السلطة بهذا الشكل أو ذاك ربما ليس لديه، لم يقم بذلك بناء على دراسات عميقة وتقول أين المصلحة الفلسطينية بالفعل. نعم. المصلحة الفلسطينية بالفعل بهذا الاتجاه، يعني ما هو النتائج؟ أنا أعتقد أنه هناك من يقول أنه ربما حل السلطة سيؤدي إلى وضع مسؤوليات كبيرة على الاحتلال وانتفاضة وثورة كبيرة، ولكن يعني دعونا نقول أنه يعني ما قبل يعني كنا نحن قبل السلطة لدينا حلم كبير. نعم. برؤية دولة فلسطين، وبالتالي كان هذا دافع قوي جدا للنضال للانتفاضة، بالذات في الانتفاضة الأولى. في الانتفاضة الثانية أيضا كان دافع، لأنه كنا نرى الدولة الفلسطينية على بعد حجر. تمام. وكان الدافع قوي جدا. الآن بعد ما رأينا وبعد التجربة الكبيرة للأسف الشديد، وهي تجربة مريرة للشعب الفلسطيني، تمام، نحن أصبحنا ما بعد الحلم. أعتقد أنه الدافع يعني خف بشكل، لا أريد أن أقول أنه الدافع يعني أصبح كثير ضعيف، ولكنه خف بشكل كبير جدا، وبالتالي البديل ربما سيكون الكثير من الفوضى، الكثير والكثير من الفوضى. ولذلك لا أعتقد أنه هذا الأمر يعني سيكون ربما ضمن الأفضليات، الخيارات الفلسطينية الجيدة أو الأفضل التي لها أفضلية في هذا الأمر. نعم. يعني سيد إسماعيل مهرة، أشكرك جزيلا على هذه الأراء. كنت معنا الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي سيد إسماعيل مهرة، أشكرك جزيلا مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، بالانتقال إلى أسبوع غزة الرياضي، نبقى مع الزملاء في الفقرة الرياضية في بانوراما الرياضة، وبها نختم هذه الحلقة في نهاية هذا الأسبوع. في أمان الله. انطلقت منافسات بطولة دورة الدرجة الممتازة لكرة السلة في المحافظات الجنوبية بمواجهة صعبة استحلها الدوري بين خدمات رفح وخدمات المغازي في لقاء جمعهما في صالة أبو يوسف النجار في خان يونس بحضور نائب رئيس الاتحاد جمال البحيصي، والذي أعلن بدء التحضيرات لإطلاق دورة الدرجة الأولى، وذلك في حدث الأول مرة تشهده المحافظات الجنوبية. بالنسبة لأجندة الاتحاد هيكون الدوري والكاس وبطولات ناشئين، ولأول مرة في قطاع غزة حيكون هناك دوري للدرجة الأولى، لأنه الدوري هذا دوري جوال لكرة السلة للدرجة الممتازة، حيكون فيه هبوط فريقين وصعود من الدرجة الأولى إن شاء الله. بنحدد قديش بيصلح حسب الأندية اللي حتشارك في الدرجة الأولى. استهل حامل وصيف النسخة الماضية نادي خدمات المغازي مشواره بفوز شاق على الفريق العنيد خدمات رفح بنتيجة 87 مقابل 67 في لقاء بقيت نتيجته متقاربة حتى الرمق الأخير من الشوط الرابع، الذي تفوقت من خلاله خبرة لاعبي المغازي على حماسة شباب الخدمات. خشين على البطولة أنه نحصد هذا البطولة إن شاء الله، لأنه المغازي زي ما أنت عارف السنة العام اللي فات أخفق في استحقاق في بطولة الكاس والدوري، وإن شاء الله إحنا عملنا يعني كل تجهيزاتنا وكل تغييراتنا من أجل الحصول على لقب الدوري وإن شاء الله والنافس على لقب الكاس. اللاعبين يعني نفسيا استعداديا تام، تكتيكيا فنيا مهريا على جميع الأصعدة إن شاء الله، الفريق كله أموره يعني تمام جاهزة، وإن شاء الله إحنا بنتمنى اليوم نقدم يعني مستوى طيب في أول مباراة في الافتتاح الدوري. فريق رفح تم استعداده على جاهزية كاملة من فترة إعداد بدني وإعداد خططي وإعداد فني، تم استعداده بشكل ممتاز وأكثر ممتاز على أكثر من جولة في الأسبوع، كانت في استعدادات للخطط البدنية، خطط التكتيكية، فهذا إن شاء الله يساعدنا يعني أنه نقدر نتجاوز الفرق الثانية ونستعد للمباراة البعدية. عنصر الخبرة هو عامل أساسي في أي رياضة، بس برضو العامل الشبابي برضو هو عامل فعال، وإحنا إن شاء الله مركزين على هذا الإشي بالعنصر اللياقة البدنية وعنصر التكتيك. فاجأ لاعب ورفع خصمهم المغازي بالتنظيم الدفاعي المحكم والهجمات السريعة التي نجحوا من خلالها بخطف المبادرة بالتسجيل، معتمدين على انطلاقات محمد عابد ومحمد الهمص لينجح بحسم الربع الأول لصالح رفح،
بنتيجة 26 مقابل 19. وفي الربع الثاني نظم لاعبو المغازي صفوفهم دفاعيا وهجوميا، ونجحوا بدخول أجواء اللقاء من خلال مهارات أحمد مهدي الهجومية ومتابعة موسى موسى ومحمد موسى الدفاعية والهجومية، لينجح أبناء المغازي بالفوز بهذا الربع بنتيجة 22 مقابل 14. وفي الربع الثالث ورغم قلة خبرة لاعبي رفح إلا أنهم قدموا أداء رجوليا، وبقي اللقاء مشدودا في ظل تبادل نجوم الفريقين تسجيل النقاط سلة هنا وأخرى هناك، لتنجح خبرة المغازي في النهاية بحسم هذا الربع لصالحها بنتيجة 14 مقابل 11. في ظل وجود المدرب ووجود لاعيب وعناصر كويسين في الفريق، إن شاء الله حتكون السنة هاد أصعب من السنة اللي فاتت، وإن شاء الله الدورة حنأخذه. معتمدين إن شاء الله على اللعب السريع وعلى اللعب الجماعي، أهم إشي إذا بنلعب لعب جماعي إن شاء الله حيكون الفوز من نصيبنا. اشتعل اللقاء ونجح أبناء رفح بالمحافظة على التقارب النقاط، ومع مرور الوقت ظهر فارق الخبرة بين لاعبي الفريقين ومنسوب اللياقة البدنية الذي نجح من خلاله أبناء المغازي بتوسيع الفارق فقط في الدقائق الخمسة الأخيرة، لا سيما بفضل ثلاثيات الوافد الجديد طه جبر، لينتهي الربع الأخير لصالح المغازي بفارق كبير بنتيجة 32 مقابل 16. مع افتتاح بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة تبقى الآمال والأنظار تتجه نحو بطولة مثيرة يصارع على لقبها العديد من الفرق المنافسة. من صالة يوسف النجار في خان يونس، عمرو الداهودي. إذا كانت نتيجة التعادل في بعض الأحيان تعتبر أقل الخسائر، فإن التعادل أحيانا كثيرة بمثابة الخسارة، وهذا ما حصل مع فريقا اتحاد الشجاعية واتحاد خان يونس عندما تعادلا بهدفين لهدفين على ملعب اليرموك. أولى الفرص كانت من نصيب الشجاعية عندما حول حسام وادي رأسية خارج المرمى بشكل غريب، تبعها زميله على عطية وسدد كرة صاروخية من على بعد 40 ياردة. ظهر فريق المنطار الأكثر خطورة طيلة الشوط الأول وتنوعت هجماته، وكادت رأسية محمد حتحت لكنها مرت بسلام. وعلى عكس مجريات اللعب تمكن فريق اتحاد خان يونس من تسجيل هدف السبق من تمريرة حازم البيوك الأمامية لتتهيأ أمام إسماعيل أبو نادي الذي سددها في شباك عاصم أبو عاصي في الدقيقة 30. لم تمضي سوى 5 دقائق حتى تمكن أحمد عويضة من تسجيل هدف التعادل للشجاعية إثر تسديدة قوية عانقت شباك الحارس هشام البيوك. اعتمد لاعبي الشجاعية على التسديد من بعيد كأحد الحلول لوجود خط دفاعي حصين لاتحاد خان يونس، وكاد الشجاعية أن يسجل هدف التقدم لكن الحارس هشام البيوك أخرج كرة عمر العرعير من على خط المرمى. المركز اللي فيه اتحاد خان يونس لا يليق باسمه، والمباراة صعبة على الطرفين وتحديدا على اتحاد خان يونس. احنا بنلعب ضد فريق بطل ثلاثية، فريق بيملك عناصر بين الخبرة والشباب بتلعب كورة. احنا حاولنا اليوم نحاول نستفز مشاعر لاعبيتنا تحديدا ترجع لروح اتحاد خان يونس. تعرف اتحاد خان يونس بداية نشأته كان بيلعب بروح الفريق بروح الجماعة مقاتل. نتمنى أن اليوم الشباب يكونوا على قدر المسؤولية، يطلعوا كل اللي عندهم، تنفجر الطاقة اللي عندهم. نتمنى التوفيق للأحسن، في حالة تفاؤل بتسود بين اللاعبين اتحاد خان يونس. بحالة الفوز حتعطي دفعة معنوية لإلنا وحنمشي في المباريات القادمة، لأنه اتحاد خان يونس محتاج لثلاث نقاط الآن، محتاج أكثر من الشجاعية لثلاث نقاط. في حالة الخسارة حنكون وضع لا يحسد عليه، صحيح تأمن 15 نقطة لا سمح الله لو في حالة الخسارة، بس كمان لا تأمن أنه أنت حتلاعب فرق كمان بتنافس على الصدارة، وتحديدا أنت بدك تلاعب بعد هيك خدمات رفح والجمعية، فحتكون مباراة أصعب حتى لو كانت المباراة على الأرض. ومع بداية الشوط الثاني واصل لاعبو الشجاعية مسلسل التسديد من بعيد وسدد ميسر البواب، لكن الحارس البيوك حولها إلى ركنية، ومن هجمة مرتدة للشجاعية سدد علاء عطية كرة ولا أروع مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى خان يونس، ليتمكن علاء عطية من تسديدة ثانية من تسجيل هدف التقدم للشجاعية عندما سدد بيسراه مرت من بين أقدام دفاع خان يونس في الدقيقة 65. أربك هذا الهدف دفاع وحارس اتحاد خان يونس
ليحفظ محمد عاشور ماء وجه فريقه عندما سدد رأسية جميلة داخل شباك حارس الشجاعية عاصم أبو عاصي في الدقيقة 75. أربك هذا الهدف دفاع الشجاعية، لكن حازم البيوك سدد برعونة. ينتهي اللقاء بتعادل أقرب للخسارة لكلا الفريقين، وخاصة اتحاد خان يونس الذي يحتل المركز 11 قبل الأخير برصيد 12 نقطة، والشجاعية في المركز السابع برصيد 19 نقطة. بقول لنادينا ولا نادي اتحاد خان يونس أرض لق، الفريقين يعني فقدوا نقطتين مهمات في مسابقة الدوري العام، ولكن قدر الله ما شاء فعل. يمكن احنا بنلعب قاعدين عندنا عجز كبير باللاعبين، خاصة بعد صفر ثلاثة لاعيبة من الأساسيين، وغياب مهدي وغياب اليوم حرب السويركي وخيري مهدي ومن قبلهم الدف الدوري العام الماضي والإيقافات. ولكن كرة القدم يعني الكل بخش في ضغط لاعيبة مدربين، وأعتقد الحكام بين على في أرض الملعب الضغط اللي هم موجودين فيه. يعني أنت تلقون الثاني كانت ضربة يعني تماس إلنا نتحش حسبها عكسية، وطبعا بعدها اجى الجون. الكل مضغوط، واعتقد الحكام برضو لابد انه يعيدوا يعني شوية من الامور اكتر من هيك. اعتقد لازم يكون في ورشات عمل في الاسابيع الاخيرة لاخراج الجميع من الضغط العصبي والنفسي اللي موجودين فيه، واحنا كاجهزة فنية وكلاعبين ماشي الحال وجماهير، ولكن برضو الحكام اعتقد اليوم اصبحوا مضغوطين، وبين على ارض الملعب اليوم كيف كان التحكيم. كرة القدم فيها اخطاء بس مش لهالدرجة هذه يا كابتن. وعلى نفس الملعب خطف فريق خدمات الشاطئ فوزا مهما من الصداقة بهدف وحيد. حاجة خدمات الشاطئ للفوز أكبر بكثير من حاجة الصداقة الذي ينافس خدمات رفح على صدارة الترتيب رغم فارق النقاط. لم يجازف الفريقان في شن الهجمات، واعتمد الفريقان على إغلاق الخطوط الخلفية واكتفيا بالهجمات المرتدة لكن بدون خطورة على المرميين، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف. وكذلك استمر الشوط الثاني وألقى الحذر الشديد من كلا الفريقين بظلاله على مستوى اللقاء. ومع نهاية المباراة ومن هجمة مرتدة للشاطئ توغل على إسماعيل باتجاه مرمى الصداقة ودخل منطقة الجزاء ليحصل على ركلة جزاء لم يتردد أمين عويس في احتسابها، سجل منها على إسماعيل الهدف الوحيد ليرفع الشاطئ رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، والصداقة ظل في المركز الثاني برصيد 30 نقطة. أول حاجة حقنا فوز مهم وخاصة على فريق كبير زي فريق الصداقة بنافس على الدوري، والحمد لله يعني احنا قدرنا نقدم شوية في النقط عشان بدنا نوصل للمركز السادس. يعني طموحنا على فريق كبير نوصل أقل ما فيها في الست الأوائل من الدوري. وعلى ملعب رفح البلدي دك فريق خدمات رفح حصون ضيفي شباب خان يونس بأربعة أهداف لهدف. كان نصيب هداف الخدمات النجم العائد سعيد السباخي ثلاثة أهداف وصنع الهدف الرابع. افتتح السباخي التسجيل في الدقيقة العاشرة عندما استلم الكرة وتقدم وهيئها لنفسه وسددها تلفزيونية في الزاوية 90 لحارس الشباب حسين البطراوي. منذ البداية ظهر الخدمات بصورة جيدة وخاض اللقاء وعينه على اللقب. تسديدة السباخي هذه المرة مرت بجانب القائم الأيمن لمروى البطراوي. تمريرة سعيد السباخي على رأس أحمد اللولحي لم تترجم إلى هدف عندما طوح بها خارج المرمى. رغم ذلك شن فريق الشباب بعض الهجمات كادت إحداها أن تكون هدف تقليص الفارق، لكن حارس الخدمات أخرجها في اللحظة الأخيرة لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف. طبعا الدوري ما زال في الملعب، وطالما لم يحسم الدوري لا حسابيا ولا بالأرقام بتوقع أنه ما زال الدوري في الملعب، وإن شاء الله الفريق للشباب تعهد ومشيهم خطة ثابتة نحو تحقيق اللقب. من أول الموسم كل الفريق بيقدم مباريات كبيرة، كل الفريق على قدر المسؤولية مش بس على قدي. طبعا الفريق في النهاية أهم شيء الثلاث نقاط وأهم شيء الفوز، مش مهم من يسجل، المهم الحمد لله ثلاث نقاط بتقربنا نحو تحقيق اللقب إن شاء الله. وفي الشوط الثاني عاد السباخي ومارس هوايته في جلد الحراس ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 55، ومن هجمة لشباب خان يونس وعرضية إبراهيم سلامة تخطت حارس الخدمات، سجل منها رفيق عاشور هدف تقليص الفارق في الدقيقة 70. وحاول عيد العكاوي لكن دفاع الخدمات كان حاضرا في هذه الهجمة. وفي اللحظة التي شكلت هجمات خان يونس خطرا على مرمى الخدمات قال سعيد السباخي كلمته، وبمهارة عالية تقدم وسدد بيسراه من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك خان يونس هدفا ثالثا على الطريقة الأوروبية في الدقيقة 80. استمرت الهجمات، هجمة هنا وهجمة هناك، ومن ركنية متقنة للسباخي على رأس أحمد البهداري أضاف الهدف الرابع الذي انتهت عليه المباراة ليعزز الخدمات نفسه في الصدارة الترتيب برصيد 38 نقطة
فيما ظل شباب خان يونس في المركز الخامس برصيد 24 نقطة. احنا بنقول اقتربنا، اما موضوع الحسم لسه يعني ما تمش حسم الدوري، في هناك يعني اعتقد 5 جولات يعني ممكن يكون فيها مفاجآت، بنتمنى ان شاء الله ضلنا ماشيين بنفس الوتيرة هاد، واكيد يعني الامور يمكن فيها اريحية شوية خصوصا بعد هزيمة الشاطئ هزيمة الصداقة، الان الفارق بتوسع الى 9 نقاط و8 نقاط، اعتقد انه فارق مريح الى حد ما، لكن احنا بصراحة يعني ماشيين في الدوري بنفس الرتم الى اخر مباراة باذن الله. وجاءت باقي النتائج، أن فاز غزة الرياضي على خدمات خان يونس بهدفين دون رد، وشباب جباليا على خدمات المغازي بهدف وحيد، فيما خسر فريق شباب رفح أمام الهلال بهدف وحيد، والصداقة أمام الشاطئ بذات النتيجة. بخسارة شباب رفح والصداقة أصبح لقب الدوري قاب قوسين أو أدنى من خزائن خدمات رفح، وخاصة بعد أن أصبح الفارق بين المتصدر وأقرب منافسيه إلى 8 نقاط. حتى نلقاكم في فقرة رياضية جديدة مشاهدينا الكرام، نستودعكم الله.